أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء. هذه الكلمات قيلت في هذه المغارة، قالها الرب يسوع المسيح ليشجع يوحنا الرسول، لأنه كان موجود في هذه الجزيرة، جزيرة باتموس، بسبب إيمانه، بسبب شهادته، بسبب كلمة الله، بسبب الضيقة اللي حصلت في آسيا الصغرى وبالتحديد في أفسس. الإمبراطور دوميشيان شن هجوم شرس على المسيحيين، وطالب المسيحيين أو طالب الجميع بالأحرى أن يقدموا عبادة الإمبراطور وهو على قيد الحياة. هذه العبادة كانت موجودة، لكن الناس كانت تعبد الإمبراطور بعد الموت، كانوا يقدمون له البخور وإضاءة الشموع أيضا. فدوميشيان شن حملة شرسة ضد المسيحيين، والنتيجة أنه يوحنا وتلميذه بروخوروس جاءوا إلى هذه الجزيرة، جزيرة باتموس، إلى المنفى، ويوحنا كان لمدة 18 شهر.